مرعي مرعي، ايه ايه بتفكر في ايه؟ في حاجه كده؟ تصدق وانا كمان بفكر في حاجه. لا ما تفكرش، كل كل. لا اشمعنى انت تفكر يعني؟ ما وريش حاجه يا اخي. يا سلام، يعني انت شايفني اللي مشغول قوي؟ حافظوا شعرايا شعرايا. شايف عينيها في الصخسارة النسر كلها جميلة قوي ورقيقة قوي حساسة قوي. هي قاعدة على صدرك ولا ايه؟ على فكرة سيد، احنا لازم ننسى الموضوع ده وانت بالتحديد. صح يا مرعي، لازم ننسى الموضوع ده وانت بالتحديد. انا عن نفسي نسيتها. تصدق وتأمن بالله، لا اله الا الله، انا كرهتها يا اخي لله في الله. سبحان الله، نفس الشعور اللي عندي والله يا سيد. لو فتحت قلبي من جوه هتلاقي فيه سواد كده من ناحيتها. يا سبحان الله، نفس السواد اللي جوايا. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ شوف ده فجأة طبقت على نفسنا احنا الاثنين كده. اه كان عند ربنا كده. ايه ده؟ وماشية في المستشفى عمالة تعمل كده بكتافها على ايه مش عارف، وعمالة احب في عينيها طول النهار ليه مش فاهم. لا والا المشية صحيح اللي طول النهار ماشية في الطرقة دي عاملة مش عارف ازاي بتاع بطة كده. اقول لك على حاجة، بلا خنقة بلا قرف. انت عاملة ايه فيها؟ جميلة. اه بلا جميلة بس جميلة. اوبا قابل يا معلم. مين؟ سيد مرعي؟ الشاه يا مرعي. الشاه صباح الخير يا عزيزه. مياو. يعني احنا مستعجلين يعني ومش عايزين، مفيش حاجه ما ينفعش على الصبح. انتوا على طول مصابين كده بتاع ساعتين. ما تخافوش، انا عاوزه بس اقول لكم ان خواجه صاحب الاوضه متصبر على الاخر عشان الايجار. اديني بقى يا حبيبي بوسه انت وهو. بوسه ايه يا عزيزه عقلي؟ مش انت جاي لك عريس؟ ما هو من ساعه ما اتكلم ما حدش شاف وشه. لا هيجي، بس انت عايزك تعالي كده يا عزيزه. هعقل ازاي وانا متسابه كده من غير راجل؟ لا اكيد والله العظيم انا متفائل جدا بقى بالعريس الجديد ده. صدقني عزيزه. طب سلام بقى يا مري. انا ماشي. لا تعالى سعيد انت. عزيزه بدرس اي حد يخليني. سلام بقى يا مري. يا عزيزه اي حد يخليني. انت ده بط. اي حد يخليني. مدرسه الوفاء الثانويه للبنات لم ينجح احد. مدرسة النجاح الثانوية للبنات 5999 653 65 70 71 72 النظرة شخصيا. لا يا عم لا، تعال شيل لبره احسن. يلا ايه ناقصه؟ 11 12 13 14 15
مرسي قوي يا جماعة، أشوفكم بكرة بقى في المستشفى. الله الله الله، رايحين فين؟ هنوصلك من البيت اهو. طب مش عايزه حاجه قبل ما تنامي؟ ميرسي. طيب احنا بقى هنستنى هنا لغايه ما تطلعي فوق يعني؟ ليه، ما الدنيا لسه نهار. معلش معلش، انا اصلي خدت بالي ان السطوح منط، فممكن حراميه يخشوا الفيلا ولا حاجه. وبعدين هنا المنطقه هاديه كده، شكلها لبش يعني، كنت غطي قبل ما تنامي. حاضر، ويا ريت كمان اقفلي الشبابيك برضو جامد بالمفتاح قبل ما تنامي عشان مشكله. حاضر، ولو البيت عندك غاز طبيعي اقفل الانابيب قبل ما تنامي. حاضر. الباب بقى، الباب هو سبب المشاكل كلها في البيوت، فليه جامد بالمفتاح احسن، ممكن نفس الحراميه برضو توسطوا ويخشوا برضو تبقى مشكله يعني. حاضر، اهو اقول لك على حل، عزلي من هنا. باي باي باي. اتفضل. الله، ايه ما تيجي نجيب ترمس؟ حبش الراجل ده. بقول لك ايه يا مرح، انا كل ما اقرب من الاوضه افتكر الايجار ويعني اتنرفز. ما هو 150 جنيه بصراحه سادي افترا. اعمل لك ايه، ما انت اللي شبطت فيها. خلاص، من بكره ننزل ندور على اوضه تانية كده تكون حلوه ومعفنه. ليه وبكره ايه؟ بكره الجمعه ننزل ندور. خلاص يلا بينا. اوبا، اوعى يا ولي عزيزه شربه ونويالنا. طب والعمل اساد بلبس الخنفسه اللي لابساه ده؟ تعالى ورايا انا هتصرف. العالي العالي يا مجننا الشباب. سيب، هنعمل ايه؟ هنطلع المواسير. ومن المواسير على السطح. نوصل السطح. نفتح باب الاوضه نخش وننام. تصدق اول مره تطلع ذكي يا غبي. مش فاكرين الاول. اطلع سيب، اطلع سيب. ايه يا مرعي، انت راكب تاكس؟ اطلع يا انا طالع اهو. اطلع فوق اهو. مش عارف، عندي احساس ان انا بقيت سحليه ليه. اطلع وانت ساكت. اطلع سايق، اوعى تصحي الناس اللي هنا. لا اطلع سايق. مش تعوض. ايه؟ مش تعوض. ازاي دي؟ يعني مساء الخير يا زملاء. مساء النور يا اخويا. انا بقول يا كابتن، ما لاقيش معاك مطوه زياده. لا والله يا حبيبي، معلش معناش. مش مشكله بقى، ربك مع الغلابه، توكلنا على الله. ربنا يستر طريقك اخويا. ده مين ده اللي بيطلع زي البورصه ده؟ يعني هكون عند صاحبي، مش عرفني. حرام يعني، هيكون ايه؟ على رايك يا ابن الجنيه. اطلع اطلع لحسن حزبقنا. اطلع ونبي يا رب تسترها معانا، ده انا بجري على اعصابك. يخرب بيتك، انت ايه اللي جابك هنا؟ امشي اهرب، امشي اطلع بره. بقت مين؟ ده انتوا ولاد جنيه، ده انتوا فتحتوا الاوضه في ثانيه. ايوه، ما احنا معانا مفتاح. مفتاح ايه؟ دي اوضتنا. طبعا ما هي اوضتنا. الله، ما احنا ادام هنقشطها سوا مع بعضينا تبقى اوضتنا. اهم حاجه الفكه والوظم نقسمها قسمه الحق. وظم ايه وفكه ايه؟ الثلاثه في بنك مصر. ايه ده؟ انت هتحط التلفزيون في جيبك؟ بالراحه. طيب يوه، انتوا هنا يا حبايبي؟ خلاص، انت وهو الافنديه هنا. ما شفتوش حد كده ولا كده نط على السطح؟ لا لا، ما شفناش حاجه، احنا نايمين. امال ايه الزعيق اللي احنا سمعناه عندكم ده؟ احنا متعودين قبل النوم بنزعق. يلا يلا، انت وهو، يلا الافنديه عايزين يبدا. انا شايفه بينط من الشباك. يلا 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 بقى، يلا اصبحوا على خير. اوعى يا واد يا ولع. مياو، تعالوا لي يا حبايبي،
تعالولي اللولكة والنولي، تعالولي اللولكة واللولي. اوعى اوعى اوعى، يا له معايا رجلين في اوضه واحده، ده انا بحلم. علي عزيز، علي عزيز، علي براس الخروف اللي انت لابساها دي، انت سكرانه؟ سكرانه ومبسوطه ومش داريانه. يعني تخلف عقلي عزيزه، الناس تقول علينا ايه؟ تقول ده انا عايزاهم يقولوا انت بتوع النهارده يا واد يا ولع، بتوع النهارده يا واد يا ولع، بتوع النهارده البوليس. اه طبعا. لا ده انا غلبان. ما انت غلبان، بتسرق ليه؟ خلاص والله يا باشا توبه، مش حسيت تاني. خلاص بقى سيد، بقى مسامح كريم. والله العظيم انت رجوله يا كباتن. المعزه ده الكاتب بتاعي، كاليكوبا للخدمات العامه، قتل سرقه نصب حرق، هتلاقوني تحت امركم. وريني كاليكوبا. ايه ده، انت من اسكندريه؟ الله، انت تعرفنيش ولا يا كابتن؟ انا متصيد جدا هناك، ولا مؤاخذه بقى، عندي كازينو باسمي، كازينو كالي كوبا، وعندي عصابتي واسلحتي، لا مؤاخذه صوري كل يوم في صفحه الحوادث. يا راجل عصابتي ايه واسلحتي ايه؟ اللي ما سمعنا عنك في مجله ميكي. بقولك ايه، تنزل من هنا على محطه مصر، تاخد اول قطر وترجع الكازينو بتاعك. خلاص يا كابتن، ربنا يخليكم. بس انا عندي يعني معيش حق التذكره بتاعت القطر، يعني في ظروف كده عندي، فلو انتوا وقفتوا جنبي وساعدتوني ممكن اسرقكوا. قلت لك نسلمه. يا راجل ده شكله يتسلم، ده انت مش شايفه خايب ازاي؟ خلاص خلاص. انت معاك كام؟ مش عارف اشوف. انت معاك كام؟ انا معايا بقيه الرنجل بقى، وانا معايا بقيه الطماطم. طب بس الدوام للدوام، وهنعيش ازاي احنا؟ يا عم مش مهم نعيش احنا، المهم هو. طيب الله ساب علينا، خد. انا مش عارف اقول لكم ايه، انا حبيتكم قوي. انا عبيت المكان ده. خلاص خلاص، عبيتكم قوي. انت ماشي في نفسك، ممكن انساكم. خلاص، ولا انسى المكان ده اللي جمعني بيه وجمع بين قلبين. انا متشكر قوي، مش هنساكم، مش هنساكم.